أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من
واجعل لنا من لدنك وليا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة
الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى قل متاع الدنيا قليل
متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل قول وما أصاب
فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا شرائع أسسها الإسلام في قواعد منضبطة أساسية بأنه لن تجوز طاعة الله بدون طاعة سيدنا رسول الله بعنوان من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتطبيقا بقول سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من سورة النساء العلم الكبير المبتهل بالإذاعة المصرية الشيخ محمد أحمد حميدة في لقاء يجمع عموم قيادات الواجب على مستوى الشرقية، السيد النائب خالد مشهور، السيد النائب أحمد البنا، أستاذ عادل عبد النبي بمشيخة الأزهر بالشرقية، والذي جاء برفقة سماحة العارف بالله الشيخ محمد مراعي وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية، ولفيف من القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية،
والسادة عمد ومشايخ عموم مركز ومدينة منيا القمح ليقدموا العزاء في سليلة بيت الكرم والنبت الطيب. نسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. باسم الوالد الكريم الحاج إبراهيم الجنيني والأستاذ يحيى إبراهيم الجنيني أشكركم جميعا، وأشكر باسمكم إمبراطور الفراشة بالشرقية الحاج محروس الصغير وأخي سامي بالزقازيق، عميل الصوتيات الإذاعية الكبرى المهندس محمد السيد عبد الوهاب، الخدمات الفندقية المتميزة الكابتن عطية الدولي، هندسة الهواء والتصوير العالمية لمؤسس علم التصوير والإخراج التلفزيوني البارع المهندس ناصر صلاح بالزقازيق. باسمكم أشكر أيضا السادة الأعلام الموقرين معالي الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، الشيخ ممدوح جودة سعد، الشيخ محمد أحمد حميدة. واسمحوا لي أن أترككم الآن على أمل اللقاء بكم على خير عقب صلاة العشاء. لكم تحياتي من أسرة المذيعين مصطفى وهدان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.